يا حمادة، ريهام كلمتك؟ ولا اتصلت، وزي ما اكون ما صدقت ان انا سبتها ومشيت. انت غلطان برضه يا محمد، يعني كنت عاقبتها بطريقة تانية، مش لازم تسيب لها البيت. هو ده كان بيتي اصلا؟ انا كنت عايش وسطهم زي الضيف، كنتش مرتاح معاهم يا ماما، وساكت، بس للصبر حدود. معلش يا حبيبي، هي كده دايما اول سنة جواز بتبقى مليانة مشاكل، عشان مش بتقدروا تتطبعوا مع بعض، ومحدش فيكم يقدر يغير التاني بالسرعة دي. واضح كده يا ماما ان انا اتسرعت في الجوازة دي. بالعكس بقى، البنت دي محترمة جدا وبنت ناس وبتحبك، واكبر دليل على ان ربنا بيحبك انك اتجوزتها. وبعدين المواضيع ما تتاخدش قفش، لو هي محجرة دماغها في موضوع انت تلين شوية عشان تقدروا تتلاقوا في النص كده والمركب تمشي. المركب مش هتمشي غير بمزاجي انا، هو انا طرطور ولا ايه؟ وسيبيني بقى دلوقتي عشان عندي شغل مهم. طب ايه؟ ايه؟ مفتح الباب اشوف مين. محمد، انا جيت وجبت معايا شنطه هدومي عشان اعيش انا معاك زي ما كنت عايز. وايه بقى اللي خلاك تغيري رايك؟ ما هو بابي ومامي اقنعوني ان انا لازم اكون جنب جوزي في اي حته اروح. رحت انا لميت هدومي وجيت على طول. والله اصيله يا بنت الناس. جيت ازاي؟ بابي ومامي وصلوني ومشيوا. اوضتك فوق على اليمين. حمش. طب يا ماما تصبح على خير. الله، انت مش عندك شغل يا ابني؟ شغل ايه؟ والله العظيم ثلاثة. يلا ربنا يكرمك يا ابني. قلت لك ايه يوم يا منير؟ وهو يومك جه يا حقير. لعنه عريان، تعال لي هنا. يا جاي جاي يا بوب. فينيتو مسيو منير، خلاص زمنك راح، دلوقتي زمن الفوكس. حسام باشا بس هو اللي يؤمر واحنا اللي ننفذ. انت بقيت الماضي يا منير، وهو الحاضر والمستقبل، ولعله خير ان شاء الله. بقى كده؟ الله الله الله، واحد لا حسام باشا ما يصحش كده. ده انتوا مهما كان اهل. اه طبعا اهل يا منير. الله، ده حسام باشا مليونير اللي اتجوز ايمان ارمله معتز اخوك. مليونير مين يا اهل؟ ده نصاب، ده رد سجون، ده بينصب عليك يا انت. هو تاني بقى النصب ده طول عمره لعبتك يا منير. انا حسيبك بس عشان خاطر معتز الله يرحمه، لكن وديني وما اعبد، لو قربت ناحيه ايمان تاني هقطع خبرك. سامع؟ هقطع خبرك. انت بتهددني بقى. العفو، انا مش بهددك، انا بهددك وبحذرك. ولعلمك اللي واقف قدامك ده حسام تاني خالص غير حسام اللي انت عارفه. حسام يعرف يدوس، يعرف يهرس، يعرف يفرم. طب ليه يا حسام باشا؟ طيب احسن، احنا برضو بينا وبين بعض عشره. كان عنده حق الله يرحمه، والله معتز كان عنده حق. يا اولاد معفن، بصوا معفن، راجل معفن. ماشي، انا مش هرد عليك. عارف ليه؟ ليه يا منير؟ اخلاقي ما تسمحش، عشان انت في مكاني طيفي ما اقدرش ارد عليك. لا انت مش هترد عليا. عارف ليه؟ ليه؟ لانك ما تقدرش ترد عليا، لاني اقوى منك وانت راجل جبان ولا مؤاخذه خسيس. ما ينفعش ترد عليا واشتري منك الالف بجنيه مرميين على الرصيفه ولو انك مالكش تمن يا منير. وبعدها لك تاني، لو هوبت ناحيه ايمان هقطع خبرك، لا مؤاخذه هنفخ لك بطنك ومش هتعرف تعدي. سامع؟ يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. ده ايه النور ده يا ست حكمت؟ ده المكتب نور. هي كلمه وعاوزاك تجاوبني عليها بصراحه يا طاهر. خير يا ست الناس؟ فيه ايه؟ انت ليه عملت كده؟ ليه عملت كده؟ اني مش فاهم انت تقصد ايه. لا انت فاهم كويس، وانا خلاص عرفت كل حاجة وسمعت خيانة الدياب بوداني. على عيني والله يا ست حكمت، على عيني. بس اعمل ايه؟ انا غلوبتي مع دياب، ويصعب علي اشوفك مخدوعه ودياب بيخونك كل يوم مع واحده شكل. انت متاكد ان دياب بيخوني؟ متاكد؟
هو انت لسه شاكه بعد اللي انت سمعتيه بودانك؟ كان نفسي لما اسالك تقول لي ان دياب بريء. يا ريت كان ينفع، يا ريت كان ينفع يا ست الناس، بس الحقيقه غير كده. يا ريتك ما قلت لي، يا ريتك ما قلت لي. يعني قلت لك بعد ما فاض بيي، يعني يامي قلت لدياب عيب يا دياب، ما يصحش يا دياب، اللي انت بتعمله ده مش صح يا دياب، وهو مش عايز يسمع كلام ابدا. وانا يصعب علي اشوف واحده ست كامله وزي الفل ووقفت في ظهر جوزها وهو بيعمل معاها كده. يا ريتني فضلت على العمى يا طه، يا ريتني فضلت على العمى وما عرفتش حاجه. حكمة بنية شكلها مجروحة منك لله يا حسام، يعني كان لازم اسمع كلامك واقول له. بس انا هعمل ايه؟ الحج مش علي، الحج على دياب، هو اللي بيخونه، لكن انا ربنا عالم بنيتي. مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا. ممكن ندخل؟ اتفضل طبعا يا خبر. ده ايه النور ده؟ اتفضلوا اهلا وسهلا. اهلا بيكي. في الحقيقه احنا ما قدرناش نمشي غير لما نطمن على محمد وريهام ونتاكد انه مصطلح. اتفضل. اطمن يا سيدي، اطمن خالص. وبعدين مجيتكم دي غاليه علينا قوي قوي. تعيش يا مدام علي، هو لو اننا يعني كده جينا مفاجأة بدون استئذان كده مرة واحدة. في الحقيقة بقى الحق مش علينا، الحق على محمد بيه اللي مجرجرنا وراه نصاص الليالي. العفو يا باشا. ازي حضرتك؟ ازيك يا حماد؟ اهلا يا حبيبي. اتفضل. والله انا ما كانش قصدي اتعبكم خالص. اديك تعبتنا يا سيدي عشان خناقة بسيطة بينك وبين مراتك. لو تعرف بقى اللي حصل، ريهام ما نامتش ولا لحظة وفضلت زعلانة انها زعلتك، وقالت انا لازم اروح اعتذر له واصالحه بنفسي، وكمان قالت لي انها هتعيش معاك في المكان يا حبيبي اللي انت عايزه. طبعا طبعا، هي الست ليها ايه غير جوزها وبيتها؟ سامع؟ معاك حق يا بابا. بجد انا مش عارفه اشكركم ازاي، انتوا ناس محترمين بجد وشرف لينا ان احنا نناسبكم. ناس غيركم كان ابوها عليا وخلوها تعني دكتور. ايه اللي انت بتقوله ده يا محمد؟ احنا خلاص يا حبيبي بقينا اهل، وبعدين لعلمك بقى احنا اللي فرحانين بيك لأننا جوزنا بنتنا الراجل عنده عزة نفس وكرامة زيك. شكرا. مش ناقصك غير حاجة واحدة، لو كملت يبقى مفيش زيك. ايه هي؟ شوية صبر، أصل الستات ما بيكونش دايما بالأوامر يا حضرة الظبط، ولا إيه رأيك عليا هنا؟ لا في دي عندك حق يا سيادة اللواء، بجد محمد في دي غلطان 100%، بس دلوقتي بقى إحنا لازم نتعشى مع بعض. إيه؟ يلا ريح. طب بسرعة بقى يا ماما. حاضر. منور يا حماد. أهلا يا حبيبي. ألو. أيوه. لا لا، مسافة السكة وأكون عنديكم. سلام سلام سلام. دياب. تكلم مين؟ شو؟ بردك هتطلع وترجع وش الصبح زي كل ليلة؟ قلت لك شغل. لساك ماشي في الطريق الواعر ده بعد كل اللي حصل؟ ده شغلي وما تتدخليش فيه. واصل انا مش فاهم انت راكبك هم الدنيا ليه؟ ما اللي اسمه منير جالك واعتذرلك وكان ناقص يبوس رجلك وتذللك. خلصنا بقى. من امتى بتصدق كلامه؟ وانت عارف ان هو ملوش كلمه. ملوش كلمه على نفسه مش وانا موجود، طول ما انا جنبك ولا يقدر يهود ناحيتك لا انت ولا ملك. انت تعرفه منين يا حسين؟ هنعيده تاني يا ايمان؟ ما قلت لك معرفه قديمه. ماشي هعملك نفسي. لا عشان ايه؟ استنى. ملك نامت؟ نامت. نامت نامت. عشان الحاجات دي ما فيهاش، ما ينفعش ناخد فيها ريسك. نامت. نامت. مش عارف، حاسس بزن في الكهرباء. النور شكله هيقطع ولا ايه؟ مستني كده ببص على النور. ايه الضحكه الحلوه دي؟ نعمت.
عشان على الارض لما اطير فوقيها خليني زي ما انا بدل ما اقع على جدور رقبتي. انت طيري معايا وانا رجعك الارض تاني. يا سلام. قلت لك ده كيف ملوك والغلابه اللي زيكي لازم يجربوه. وافرض خدت عليه. تعالي خلاص. انت دافع حاجه من جيبك؟ مش هكسف ايدي. اهطر لي مره من نفسي. انزلي. مستني حد؟ تلاقي الزفت واحدة. افتحي. بقيت من الأغنياء يا طاهر وبقى عندك الملايين كده أحسن من البنك 100,000 مرة. هو أنا ناقص كلام وحد يجي يقول لي من أين لك هذه؟ ده أنا غلبان وأغلب من الغلب، والفلوس دي أنا جايبها بطفح الدم، يعني هي جت علي. تعرف انا قلبي كان حاسس
لكن قلت الشيطان بيوزني. مين الشيطان اللي وزك يا حكمة؟ جاي عشان يكذب؟ طب روح اول خد طارك من اللي قتلوا ناسك. اقول لك مين الكلب وادي الكلب اللي قال لك انا بعمل ايه؟ طاهر روح روح اكتب يا سبع. اسمحي يا حكمة انا ما كنتش ما كنتش ايه يا دياب؟ ما كنتش ايه؟ ما كفكش ولدنا اللي مات؟ بدل ما تستهدى وتعجل راح تفجر؟ طب راعي ربنا في ولدك اللي لسه في بطنك. غلط غلطت يا حكمة، ما كنتش في وعي. طلع عقلي مني اول ما ولدي راح. انت عقلك طايح من زمان. طلقني. مش هطلقك يا حكمة. اكده ماشي. انت تموت ولا النمارة تاخدك مني، والحكومة هي اللي هتطلقني لما تعرف انك لساك حي. جنين مات في بطنها. كتير كتير يا رب، كتير يا رب، كتير كتير والله كتير يا رب. تمام يا رجاله، كل واحد فيكم عارف الدور اللي هيقوم بيه؟ تمام يا جنرال. وطبعا حامد هو اللي هيأمن دخول الشحنه دي من على الحدود. سليم عريان، حامد اللي هيأمنها، بس ما نعتمدش عليه. حامد جبان وخسيس، ممكن يأمن لنا حاجه ويورطنا بحاجه ثانيه. قصدك ايه يا جنرال؟ ما تقلقناش. واحد يبيع امه عشان الفلوس، الفلوس عمياه، مستني منه ايه؟ اي غلطه هو مش عامل حسابها ممكن تودينا كلنا في داهيه. بالعربي كده لا يعتمد عليه، لازم نمشي ورا دماغنا. انا بقى يا حسام باشا نفسي امسك في صماره رقبته، هطلعها في ايدي على اللي عمله فيك ده. صبركوا عليا بس نخلص المصلحه بتاعتنا دي ورقلب للمفكوكه ده. ايه ده لال؟ بالراحه يا بوب، حامد ده بتاعي يخصني. خلينا دلوقتي في الخطه، تمشي زي ما اتفقنا. مفهوم؟ مفهوم مفهوم. يلا جود لك. طب اسمعوني انتوا رجاله، انا عايز اعمهم في كلمه. ماشي يا لال. عملت ايه؟ ده عنوان دياب وحكمه عمهم، ولعله خير ان شاء الله. ربنا ما يحرمني منك يا لال. حكمت انا عارف انك مش هتسامحيني على اللي حصل. لو عاوزه ترجعي البلد تاني ارجعي، وانا جاهز لاي حاجه. اللي حصل ده يا حكمت قدر ربنا. كل شيء بيتعوض يا حكمت، بيتعوض يا حكمة. أنا من ساعة ما ماتوا عيالي وأنا عايش زي الميت يا حكمة. أنت فعلا بقيت ميت. العواف يا عروسي. ايه يا طاهر العواف دي؟ اسمها صباح الخير او مساء الخير؟ مساء الخير يا عروسي. ايه رايك في قطفه الورد دي؟ قطفه؟ ايوه
ده أنا أطفها لك مخصوص عشانك يا قمر أنت يا حلو. بقول لك يا طاهر، ممكن تفوق شوية من اللي أنت فيه عشان نعرف نتفهم أنا وأنت؟ ماني فايق أهو. قولي لي أنت عايزة إيه وأني تحت أمرك. أنت عارف إن أنا اتجوزتك عشان تحملي ابني بأي وسيلة، لا عشان بحبك ولا بموت فيك، فبلاش بقى جو الورد والشموع السوداء اللي أنت بتعمله ده. واني عند وعدي ورحمة أبويا ما فيه بني آدم يقدر يقرب منك، لا أنت ولا حسام الصغير، إيه رأيك؟ طيب، في بقى حاجة تانية أنا عايزاها منك. أؤمريني، أؤمريني واني تحت الأمر. بص يا طاهر، في حاجات في لبسك وفي شكلك لازم تتغير، يمكن نليق على بعض ويحصل الكيمياء. كيمياء؟ كيمياء ايه يا دكتورة؟ كيمياء ايه؟ يعني تحت أمرك؟ شوفي انت عايزة ايه وانا موافق. بص بقى، أول حاجة لازم تعملها تشيل شنبك. شنب ايه؟ شنب ايه ده اللي شيله؟ داني ببقى واقف كده في المجلس والشنب ده عامل لي هيبة، وبعدين الشنب ده عامل لي توازن، يعني أنا لو حلقت شنبي هقع على ظهري. لا خليه طبعا عامل لك توازن، لا توجع على ظهرك، عن إذنك. يا شاهندي، شاهندي، أنا مش فاهم هي عصب في إيه؟ ده وقته يا دياب. ألو؟ إيه يا سيدي الناس؟ إيه؟ أجي لك حالا. طب يعني ما ينفعش نأجلها؟ طب ماشي قول لي انت فين. طب خلاص هجي لك. خلاص حاضر، سلام. طب اعمل ايه دلوقتي؟ اصالحها الاول ولا اروح له الاول؟ لا، المصلحة الاول. قال الله يرحمه. جاي تشمت فيا يا ود الهلالي؟ بالعكس، ده انا زيك بالظبط، مجرب عارف يعني ايه الواحد قلبه يتحرق على فراق ناس بيحبوه. ده حزن، ده وما ليكش دخل بيه. حزن واحد، كلنا بني ادمين يا ست حكمت، وبعدين الاصول اصول. ده انا كنت شريك جوزك، شاركت الهم والندامه. بس الحج مش عليك، الحج عليه هو اللي سابك تعيش وحط يده في يدك. اديكي جبتي المفيد. بص بقى يا ام منصور، الله يرحمه طبعا ويحسن اليه، واضح ان انا وانت في بيننا وبين بعض عداوه وكره لله في لله، بس انا عايزك تراجعي نفسك. بيتهيألي لو عرفتيني كويس مش هتكرهيني ولا هتبقي عايزه تقتليني، بالعكس ده انت احتمال تحبيني. ما عاوزاش اعرفك، وبقولها لك يا ود الهلالي، نهايتك على يدي. يعجبني فيكي صراحتك وثقتك بنفسك وبحترمها، وعشان صراحتك دي انا هجيب لك من الاخر. خلي جوزك يبعد عني بدل ما هدبحهولك، ومش هيلحق يربي اللي في بطنك، والمرة الجاية حاجة لقيكي بتقري الفاتحة بس بدل ما بتقريها لواحد بتقريها لاتنين. ولا تقدر تمس شعرة واحدة مني، عارف ليه؟ لأنك ضعيف، أضعف مني بكتير. ما دريتيش، مش أنا اتغيرت وما بقيتش أضعف مني بكتير، وبقيت قوي بفرم اللي يقف في سكتي وممكن اسحله كمان. وهعدها لك، حطي عقلك في راسك تعرفي خلاصك. خلي دياب يبعد عني، ده لو كنت لسه بتحبيه وعايزاه، وربنا يجعلها اخر الاحزان ولو اني اشك. سلامة يا طاهر بيه. الله يسلمك يا هادي وهدان. ايه سيدياب، ازيك يا سيدي الناس؟ تعرف ليه يا طاهر؟
الناس بتربي كلاب. ليه الناس بتربي كلاب؟ الناس بتربي كلاب عشان يحرسوهم، وعشان لو فيه حرامي دخل الكلاب دي تهوهو عليه. مش بس كده، لانه الكلاب بتكون مخلصة قوي لصاحبها. بس في بني ادمين احط وانجس من الكلاب، مهما ربيتهم ويبقوا مسحورين ولازم ينهشوا بلحم صاحبهم. ايوه بس ده يبقى كلب ابن 60 كلب ويستاهل الذبح، وعلى راي المثل ديل الكلب عمره ما يتعدل. وليه انت لعبت لك معايا يا طيب؟ اني؟ ايوه انت. اني يا سيدي الناس العب بديلي معاك انت؟ ده اني لو عندي ديل اقطعه علشان خاطرك. اخرس وسيب الكبير يكمل كلامه يا بو. انت اللي تخرس خالص وما تفتحش بوقك. قالي وسيد ياب بنتكلم، انت تخرس. الموبايل بتاعي. يعني ده مو موبايل؟ ايوه ده انا قلت مش على ايه، دورت عليه في كل حته وما كنتش عارف هو فين. انا كنت عارف هو فين. اللي انت بتعمله ده يا سيدياب، هو انا عملت حاجه؟ والنعمه الشريفه انا ما عملتش اي حاجه. بس خلي حكمه تسلط عليه، عاوز تخرب بيني وبين مرتي. هي الفضل في الدنيا طاهر، واللي خلق الخلق لبعتك على الاخر يا خاين. بتخون سيدي دياب يا كلب، ده انت لحم كتافك من خيره. والنعمة الشريفة ما حصل، والدليل على كده اني حفظت سره لما كان هربان. اني لو خاين كان زمانهم قبضوا عليه. وجوازك من اخت حسام الهلالي مش خيانة برضك؟ هو اتجوز اخت حسام الهلالي؟ ده انتوا عاملين علي ربطية. ربطية ايه بس يا سيدي الناس؟ ده انا عملت كده عشان ابقى قريب منه واعرف كل اخباره واقولها لك. يعني انا ضحيت بنفسي واتجوزت اخته عشانك. للدرجة دي؟ هي عفشة؟ عفشة كيف يا سيد؟ الواد كامل بيقول انها زي لقطة القشطة. يا ابن الكلب يا خسيس يا كامل. زي لقطة القشطة معناتها بتتاكل وكل. ايه رايك يا وحدان نجيبوها ونسهروا معاها ليلة؟ دي مهما كانت بقيت واحدة منينة، لازم نقوم معاها بالواجب. يا ريت يا سيدي. حسام الهلالي بيجهز لعملية جديدة عن طريق البحر. المكان عفش ما يصحش تيجي، والمكان كده لازم نرتبوه. البضاعة كلها 3 كونتينرات هيدخلوا مصر عن طريق السلوم. وحدان ما تنساش جزازتين شمبانية، عاوزين نروقوا دماغ العروسة. ودي حاجة تتنسي، العروسة لازم تتبسط. هيتحملوا على ظهر تريلا كبيرة وهيدخلوا مصر على انهم لعب اطفال جاية من الصين. شفت بقى؟ شفت يا سيدي الناس انا بعمل ايه علشان خاطرك؟ حلو، وما قلتش الكلام ده قبل سابق ليه؟ ماني لسه عارف الكلام ده، وجيت النهاردة عشان اقوله. جيت كيف؟ احنا اللي كلمناك عشان تيجي. سيدي دياب الواد ده كانه بيلعب علينا. العب ازاي بس يا وهدان؟ العب ازاي والنعمه الشريفه اني ما بلعب؟ طب وغلاوتك عندي يا وهدان ما بلعب؟ وبعدين العب ازاي واني مصلحتي من مصلحتكم؟ من دلوقتي من دلوقتي يا طاهر اصل احنا هتختلف. سيد الناس يا سيدي ابوس ايدك، ابوس ايدك. سيبنا عيش، سيبنا عيش، ده لي عريس جديد. حرام عليك وحياة الغاليين عندك. ما بقتش حاجة غالية عندي، الغاليين بقوا تحت التورة. اتشهد على روحك. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله.
أني ما متش، أني ما متش صح؟ ما متش، ما متش صح؟ أنت كنت فاكر إني حقتلك؟ أيوه، أني كنت شاكك. الشيطان شاطر يا سيدي الناس. الشيطان شاطر، بس حسيبك إنه بدي تعيش. والنوبة التانية، لو لعبت بديلك قديه ولا قديه، أقسم برب العباد لا تكون الرصاصة في نص راسك. فاهم؟ فاهم. ومن السعادة عايزك تعتبرني مداس في رجلك. اديني رقم الضابط محمد أخو حسام. وده عايزه ليه؟ الحساب ده سهل. من دلوك بتنفذ كل اللي بقوله وانت ساكت، مفهوم؟ الموبايل عندك اهو، خد منه كل النمر اللي انت عايزها. هات لي قهوه ثانيه والنبي يا صاحبي. ده تالت فنجان قهوه تشربه في ساعه يا استاذ عمر. انت مالك؟ هو انت اللي بتحسب لي من جيبك؟ اتفضل روح اعمله. حر. صباح الخير. لو سمحت عاوز اشوف حل الفيزا بتاعي. مالها يا فندم؟ كنت عملت لها الباسورد وبعد كده نسيته. في حد ينسى الباسورد بتاعه يا استاذ؟ ما هو ده اللي حصل بقى، ومتعشم ان حضرتك تشوف لي حل. مفيش مشكله، احنا ممكن نغير الباسورد ونعمل واحد جديد. طب وده ياخد قد ايه وقت؟ يعني من 15 ل 20 يوم. معقول؟ استنى 20 يوم تاني؟ والله هو ده اللي عندي. اتفضل املى الورقه دي واديني بطاقتك لو سمحت. البطاقه؟ هو انا مش عارف راحت فين صراحه. ما ينفعش كده يا استاذ، انت كده بتعطلني عن خدمه عملاء تانيين. طب انت حضرتك بتزعل ايه طيب؟ استغفر الله العظيم يا رب وكل ذنب عظيم. حاتم انده لعمر وخلص انت معامله العميل اللي معاك. عمر كلم المدير. افتح يا عم. ازاي يا كريم؟ صباح الخير يا فندم. وهيجي منين الخير؟ وانت بقيت مستهتر وعلى طول بتيجي متاخر، وكمان كشري وقافل وشك وقافش على العملاء. يا فندم حضرتك انا مش عايز ولا كلمه، انا شايفك وانت بتكلم العميل وكانه بيشتغل عندك. معلش يا فندم، خلقي ضيق اليومين دول. ضيق على نفسك يا سيدي مش على العملاء. وبعدين هيكون ايه يعني اللي معكر مزاجك اليومين دول؟ يا فندم بيتي عيل الصعود، والشقه اللي انا قاعد فيها انا ومراتي شفت كل مرتبي. شوف يا عمر، مهما كانت مشاكلك ده مش عذر ابدا انك تتعصب على العملاء. انا اسف يا فندم، موعدك انها مش هتتكرر تاني. اوكي، انا هقبل اسفك المره دي، انما لو حصلت مره تانيه انا مش هقبل اي اعذار. ميرسي جدا لذوقك يا فندم. بعد اذنك. راح فين؟ روح اكمل شغلي على مكتبي. لا لا لا، انت اجازه بقيت اليوم. ليه يا فندم؟ مش احسن ما العملاء اتفشوا؟ انت تروح تريح النهارده وتجينا بكره وعلى وشك ابتسامه. حاضر يا فندم، بعد اذن حضرتك. اتفضل. ما تنساش تظبط وش العريس، عاوزه يروح للعروسة متظبط. ألو، الضابط محمد الهلالي؟ أيوه، مين معي؟ مش مهم تعرف مين معاك، المهم عاوزك تعرف اللي مغلبكم وبيدخل شحنات سلاح للبلد هو اخوك حسام الهلالي. انت كذاب، انت مين يالا؟ كذاب. لو عاوز تتاكد، اخوك عنده عمليه جديده يوم الجمعه على حدود السلوم. وما تنساش يا حضره الضابط، ما تنساش تسال نفسك سؤال، هو اخوك حسام ده جاب الفلوس دي كلها من فين؟ انت مين يالا؟ الو الو، كذاب يعني كذاب.
ازاي يا حيوان انت تقول لي دياب انني اتجوزت شاهين ده اخت حسام؟ وفي ايه يعني يا اخوي؟ في ايه؟ ما انت اتجوزت جواز على سنة الله ورسوله، ولازم الناس كلها تعلم بيه. الناس كلها تعلم بيه؟ ده انا هعلمك علامة في وشك، اخليك تفتكرني بيها لاخر يوم في عمرك. تهدى يا اخوي، انت اتجننت ولا ايه؟ ما تعجل يا جدع. انت خليت فيا عجل، انت خليت فيا عجل يا منتن يا معفن، ده انا ماشي. الو، ايوه يا شاهين ده يا حبيبتي. اه جاي امتى؟ ده تدعاني لسه كنت هكلمك واقول لك انني احتمال ابات في الشركه. هعمل ايه؟ مشاغل. اقفلي الباب على نفسك كويس انت والمحروس حسام، ولو فيه اي حاجه كلميني على طول. يلا سلام يا حبيبتي. لا إله إلا الله. سلام يا سناء. يا سناء أفندم. يا طاهر بيه، اندهلي الزفت كامل. ده مشي من شوية يا فندم وكان مستعجل. مشي وكان مستعجل؟ بتهرب مني يا كامل؟ طيب وديني، وديني لقطع لك لسانك من لغلوغه وأخليك تعيش أخرس بقية عمرك.